ارتئينا القيام بهذه الندوة الصحفية لتوضيح بعض المغالطات أو توضيح بعض الشروط الخاصة بالمجدات تتعلق بالسن وكذلك بجودة التربية والتكوين، خاصة وأن وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي هو كان رئيسا للجنة النموذج التنموي، وبالتالي هناك مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بمنظومات التربية والتكوين والجودة التي يسعى لها الجميع من أجل الرقي وكذلك يعني تحسين ترتيب المغرب ضمن يعني المحافل الدولية، خاصة أن الرهان إلى يعني إعطاء رقم 60 حسب الترتيب الدولي الذي يصدروا مجموعة من التقارير حول جودة التعليم بالمغرب. إذن من أجل تحقيق هذا النهوض والتنمية قطاع التربية والتكوين، دونك بالمناسبة نشكر الجميع على تلبية الدعوة لهذا اللقاء، وكذلك هذا دليل على يعني الاهتمام الكبير للشارع أو مجموعة من المواطنين بهذا الموضوع. بالنسبة لمباراة التوظيف أو توظيف الأطر النظامية الأكاديمية، هناك مجموعة من ما هو أساتذة وكذلك الأطر الدعم الإداري والمختبرات وكذلك الدعم الاجتماعي، وهو الجديد في منظومة التربية والتكوين. كان أول فوج السنة الماضية، الآن هو الفوج الثاني، والجديد في هذا الفوج هما الأطر الخاصة بالمختبرات، وهذا دليل على حرص الوزارة على توفير جميع الشروط من أجل الرقي وجودة التربية والتكوين داخل المؤسسات التعليمية. طبيعة الحال هناك بعض مستجدات تتعلق بالسن القانونية أو السن المباراة، هي مباراة طبيعة الحال لديها مجموعة من الشروط، خاصة أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية يتحدث على سن بين 18 و40 سنة، وبالتالي ليس محددا كأقصى سن هو 40 سنة، لكن من كمباراة يمكن إدخال مجموعة من الشروط إذا دعت الضرورة إلى ذلك. بطبيعة الحال الآن في طور مسك الطلبات المتعلقة بالمترشحين المرتقبين خلال هذه الدورة. هناك مجموعة من الطلبات تم يعني الموافقة عليها، وهناك في انتظار 4 جنبير اللي هو آخر أجل لإيداع ملفات المترشحات والمترشحين، ونرجو التوفيق للجميع إذا أردنا الخير لهذا الوطن. طبيعة الحال هناك مواضيع أو مجالات تقنية، ارتأينا حضور رئيس المركز الإقليمي للامتحانات خاصة، وهو المكلف بتتبع مختلف مراحل المباراة من مسك الملفات إلى غاية المباراة ثم تصحيح وإلى الشفوي ثم الإعلان عن نتائج النهائية. إن شاء الله نرجو التوفيق للجميع حسب آخر ما توصلنا به المناصب المحتملة لدينا بإقليم الناظور. هناك مجموعة من المواد وهناك كذلك مجموعة من الأطر الدعم بشتى أنواعها. طبيعة الحال هذه الأرقام هي رهن إشارتكم، كذلك ما يتعلق بمستقبل المترشحين فهم طلبة بمراكز التكوين، سيكونون طلبة بمراكز التكوين في انتظار استكمال التكوين والتخرج ليصبحوا أساتذة جاهزين لدخول الأقسام، ورغم التكوينات التي سيتلقونها إلا أن التكوين الميداني يكون هو أساس الخبرة لدى جميع الأستاذات والأساتذة، لذلك فهم يحتاجون إلى وقت أطول ليتمكنوا من يعني معرفة مختلف يعني الأمور التي تتعلق بتدبير الأقسام ومختلف المستويات. الآن هذا كبداية لهذا اللقاء،
رح نوره الإشارة إذا كان هناك توضيح يمكن أن نقدمه في هذا الإطار. في سياق الإعداد والإجراءات المرتبطة بمباراة ضيف أطر النظام ديال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهات الشرق. هذه المباراة كما جاء في مداخلة السيدة المديرة اللي هي مباراة الانتقاء، مجموعة من المترشحين اللي كيمروا مجموعة العمليات انتقاء ثم امتحان كتابي ثم امتحان شفوي كيأهلهم لواحد المرحلة تكوينية اللي غتمتد مدة أدناها 7 أشهر في هذا الموسم الدراسي، ثم مرحلة تكوينية ثانية أو استكمال التكوين اللي غيكون في مقرات العمل مع مصاحبة ميدانية من طرف الأطر الخاصة بالمديرية والأكاديمية. هذه المباراة تتم تحت إشراف لجنة جهوية، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الأكاديمية، وعلى المستوى الإقليمي لجنة إقليمية للإشراف على المباراة تترأسها بطبيعة الحال السيدة المديرة الإقليمية. الجانب التقني، نحن الآن في المرحلة ديال إيداع الملفات التي ستمتد من 20 إلى 4 دجنبير، من 20 نوفمبر إلى 4 دجنبير. خلال هذه العملية تتم إيداع الملفات من طرف مترشحين على المنصة، وهذه التجربة اللي كنخوضوها وطنيا للسنة الثانية. مركز الإقليمي للامتحانات واللجنة الإقليمية للمصادقة تقوم بمراقبة الملفات المحملة على منصة التوظيف والتأكد من الشروط النظامية ومن الوثائق، وفي نفس السياق تدليل الصعوبات التقنية التي قد تعترض المترشحين لهذه المباراة، سواء بالاتصال بالهاتف سواء باستقبال لهم في المكاتب على مستوى المديرية. إذا الملفات ستستمر من 20 إلى 4 نوفمبر، وتزامن معها تتم عملية المصادقة على الملفات التي ستنتهي 5 دجنبير إن شاء الله. على مستوى الأعداد، هذه السنة المناصب المخصصة لمديرية الناظور في الابتدائي 105 مزدوج جوج أمازيغية، في الثانوي 63 بجميع التخصصات كما هو وارد في إعلان السيد المدير الأكاديمية، ثم في أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي اللي تحدثت عليهم السيدة المديرة، الملحقون التربويون تخصص الحراسة 5، تخصص محضري المختبرات 6، ثم ملحق الاقتصاد والإدارة 11 مترشح إن شاء الله، ثم الملحقون الاجتماعيون 5. بعد العملية المصادقة على الملفات كتأتي العملية ديال الانتقاء، وهو الجديد اللي كاين هذه السنة، وهو إن لم يكن جديدا لأن كان من قبل. هذه السنة كتكون عملية انتقاء ملفات المترشحين بناء على إعفاء حاملي الإجازة في التربية والإجازة في المسالك الجامعية في التربية، هادو يعفون من عملية الانتقاء لأنهم الدراسة الأكاديمية ديالهم هي في مجال التربية موضوع المباراة، ثم الباقي تخضع الانتقاء بناء على الميزة في البكالوريا، ثم الميزة في الإجازة، ثم عدد سنوات الحصول على شهادة الإجازة. هذه ثلاثة المعايير اللي كتعطينا نوع من التمييز الأكاديمي للمترشحين. بعد الانتقاء كتجي المباراة، الشق الكتابي اللي غيتم إن شاء الله يوم 11 دجنبير 2021، بتحديد مراكز الإجراء على صعيد المديرية، رؤساء مراكز الإجراء بنفس المواصفات التي تتم بها جميع الامتحانات والمباريات الوطنية، من ترقيم سري، من مراقبة جودة الإجراء بالمراكز الإجراء ومراكز التصحيح، من لجان ذات كفاءة في الإشراف على انتقاء الشق الشفوي للمترشحين وغيرها من العمليات. عملية تصحيح الاختبارات الكتابية والإجازات الكتابية للمترشحين تستمر من 12 إلى 18 دجنبر 2021، حيث ستنعقد المداولات مباشرة بعد العملية أي 19 دجنبر 2021، تليها الإعلان عن الناجحين في الاختبارات الكتابية يوم 20 دجنبر. هذا الإعلان اللي كيكون على مستوى المديرية وعلى مستوى منصة الخاصة بالتوظيف من بناء موقع الأكاديمية، صفحات المديريات وغيرها من وسائط التواصل. الشفوي غتحدد له موعد من 23 إلى 30 دجنبير ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للمقبولين والذين كما أسلفت سيجتازون مرحلة تكوينية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، ثم مرحلة استكمال التكوين والتدريب بمقرات العمل خلال الموسم الدراسي
المقبل. هذا باختصار شديد الجانب التقني والعملي للمباراة التوظيف، ونحن رانا إشارة إلى كانت شي توضيحات إضافية. ربما سنة في التسعينات كان شرط السن يعني في 23 سنة، لكن كان بعد البكالوريا، الحاصل على البكالوريا بإمكانه أن يلي جامعنا التعليم، ولكن لم يكن يثير الجدل. حاليا أثر الجدل بشكل يعني بشكل كبير، ولكن أهمية هذا الشرط تحديد السن، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أعطى توضيحا ربما يعني قلل من حجم الاحتقان بخصوص هذا الشرط. هذا بالنسبة لك السيدة المديرة، فين كتجلى أهمية تحديد شرط السن في 30 سنة؟ شكرا على مهنة التعليم، مهنة متاعب، مهنة تستوجب قدرات بدنية عالية، مهنة تستوجب حضور يعني كفايات معرفية مستجدة، ومن الأساس أنها تكون يعني واحد مسيرة علمية ليست بالطويل. نورمال في الواقع أن الطالب يتخرج من الجامعة، تنتكلموا على التوظيف سن متقدمة مثلا فوق 30 أو 40، يعني المدة بين تخرج ديالهم من الجامعة وبين مباراة تتعلق بالتعليم فهي مدة طويلة جدا، يعني حتى المعلومات المعرفية أو المهارات المعرفية يعني تحتاج إلى تطوير أكثر. بالنسبة لمترشح عنده 30 سنة يعني آخر، هنا يتكلم السيد الرئيس مركز سنوات الحصول على الإجازة، يعني هنا كنتكلموا على البكالوريا وبعد البكالوريا والمدة التي حصل عليها على الإجازة. هنا مهم جدا، لأن كيف كنقولوا أن التلميذ مطالب بالدراسة والحصول على معدلات عالية، إذا في البكالوريا كذلك التلميذ يكون مجتهدا تيطلع الجامعة كذلك يواصل اجتهاده ويحصل على شهادة جامعية متفوق فيها. إذا هذا هو يعني ما هو أو الحاجة ليه مليحة باش التلميذ يعطي مثال جيد، داك التلميذ اللي غادي يدرسو هاد الأستاذ، يعني التلميذ ناجح من مساره الدراسي وكيوصل هو ناجح كيعطي مثال إيجابي داك التلميذ اللي غادي يكون عنده في نفس المرحلة ديال التربية والتكوين. وأكيد أنه السيد الوزير بصفته أنه كان هو المشرف على النموذج التنموي الجديد داير واحد دياغنوستيك اللي هو مهم جدا، ولكن أنتم من موقعكم واش ما كتشوفوش أنه الشروط التعجيزية اللي سموها الإخوة حاملي إجازات اللي كانوا مقبلين على اجتياز المباراة، أولا الميزة في البكالوريا وربطوها بالميزة كذلك في الإجازة، وحنا من خلال التجربة كيكون بنادم ربما غير متفوق في البكالوريا غير كيدوز بالعشرة، ولكن يتحول 180 درجة في الإجازة ويتحصل على ميزات كبيرة بزاف. هذا هو إقصاء لمبدأ تكافؤ الفرص بالواضح. أنتم من موقعكم شنو أكيد كانت عندكم مراسلات، كان عندكم اتصال، شنو هي الرسالة ديالكم للوزارة؟ إن هي مباراة وفيها مجموعة الشروط، وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية هي كدير واحد مجموعة ديال الدراسات وكتخرج بنتائج، ودوك النتائج على ضوئها كيداروا هاد النوع ديال الشروط من أجل انتقاء أحسن مكاين، يعني ماشي أحسن مكاين يعني اللي كيتوفر على الشروط الأساسية باش نحقق هاد النموذج التنموي المنشور. لأن هاد الدراسة اللي تكلمتوا عليها اللي هو برنامج يعني كان وطني كبير وكان عنده واحد القرارات اللي هي مهمة جدا،
وترفعت بعد دراسة، راه كانوا لقاءات مع التلاميذ، لقاءات مع الآباء، لقاءات مع الأكاديميين، لقاءات مع الأطر الإدارية، لقاءات شملت مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية. إذن هذه كانت نتيجة، وخرجوا واحد المجموعة ديال التوصيات، والآن كانت بين التوصيات هي بالنسبة للمباراة ديال توظيف الأطر النظامية للأكاديمية. إذن هذا الشيء ما خصوش يفاجئنا، لأن إلا كان نقلبوا على واحد الجودة مستقبلا في المؤسسة التعليمية، إذن الضرورة أن يكون بداية تكون صحيحة. بالنسبة لوزارة التربية الوطنية هي وحدة بين مجموعة ديال القطاعات اللي خصها، اللي كتوفر فرص شغل يعني للشباب، ماشي غير وزارة التربية الوطنية، كاين حتى المبادرات الشخصية، كاين حتى مشروع انطلاقة، كاين مجموعة الأوراش اللي كتلقها الحكومة وهي متواجدة الآن. إذا بالنسبة لوزارة التربية الوطنية وضعت واحد الشروط، لأن هي مطالبة بالجودة، مطالبة بالرقي بهذه المنظومة، مطالبة يكون عندها عنصر بشري، كيحتاج واحد المدة تكوين، كاين ما هو نظري في المراكز وكاين ما هو يعني عملي تطبيقي، لأن باش كتلقى أستاذ جاهز بواحد الشكل كبير مع هاد الانتظارات اللي كتنتظرنا هنايا يعني على المستوى الوطني، فكيحتاج واحد المدة يعني لا تقل مثلا عن 5 سنوات باش كيوصل عندنا أستاذ يتوفر ولا يتملك مجموعة من الكفايات باش يعطينا الجودة المطلوبة داخل القسم. يعني كناخذوا البكالوريا كنقصي وصحاب مقبول وعاد ندوزو مثلا الإجازة. إذا كل معيار من هاد المعايير غيكون عنده واحد المعامل من المعاملات اللي كتجمع اللي كتأهلنا كتعطينا يعني ممكن واحد يجيب مقبول في البكالوريا وجاب في الإجازة حسن جدا يعني ب 16 ولا عنده الامكانيه انه يدوز. بطبيعه الحال حنا جميع المترشحين عندهم الامكانيه، جميع المترشحين اللي تقدموا اللي صيفطنا لهم على الملفات ديالهم فهم مؤهلين لهذه المباراه. كيبقى الترتيب ديالهم اللي غيتم بناء على هذه العناصر التمييز اللي هضرنا عليها ثلاثه، ميزه البكالوريا بالمعامل ديالها، ميزه الاجازه بالمعامل ديالها، عدد سنوات الدراسه في سلك الاجازه بالمعامل ديالها. كيتجمعوا هادو كيترتبوا لنا المترشحين، يمكن ما نوصلوش كاع داك الرقم اللي وصلنا، يمكن نتجاوزوه، هذه حوايج تقنيه اللي غتجي من بعد استكمال عمليه الترشيح. لحد الان نتقاسم معكم بعض المعطيات الاحصائيه، مثلا ففي الابتدائي عندنا 447 طلب اللي راه في الموقع، فيها اللي استكملوا إذا عمل في الترشيح، لأن هذه حتى ينشرحوها باش حتى الإخوان اللي مقبلين على المباراة يفهموها. إذا المترشح فاش كيدخل أول حاجة كيعمر المعطيات ديالو، التسجيل، هذه عملية التسجيل، بعد الحفظ يسمى الطلب مسجلا، بعد منها إتمام جميع المعلومات والضبط ديالها، النقاط المحصلة عليها في السنوات الدراسة الجامعية بالميزة بتاريخ حصول الشهادة، بجميع الأمور اللي مطلوبة بالمعلومات والبيانات الشخصية من جهة أخرى، تتم عملية المصادقة. إذا المترشح أكد صحة المعلومات المواردة في الموقع، كنتم العملية الثالثة اللي هي إيداع ملفات ترشيح يرفق جميع الوثائق اللي هي مطلوبه، يرفقها كمرفقات في هذا الموقع هذا، باش كتكون رهنا اشاره للجنه الاقليميه او اللجان اللي كتكلف بالمصادقه على هاد الطلبات. يعني ما نقدروش نقولوا حنا هذا مقصي او هذا مقبول، حنا جميع المترشحين اللي دخلوا للمنصه فهم مقبولون لاجتياز هذه المباراه، غادي يخضعوا فقط لهذ العوامل ديال الترتيب ديالهم بناء على التمييز الاكاديمي في البكالوريا. بعض الاشكالات سمحتوا بعض الاشكالات اللي كيطرحوها هاد الاخوان وكتصادفهم في الموقع، كنتفاعلوا معها حنا. ايداع الملفات، عند رفع الملفات كاين واحد البطونه في الاسفل، واحد الزر اللي خص ضروري يضغط عليه المترشح لاتمام العمليه اللي هو ايداع الملف. اذا هذه ملي كنديروا ايداع الملف عاد داك الساعات كيكون الوثائق اللي رفعتيها اصبحت رهن اشارات المسؤولين على العمليات المتبقيه. حنا في جميع الاحوال كيف ما قلت لكم في البدايه نواكب هذه العمليه،
الهواتف، مجموعه طاقم كبير اللي خدام على هذه العمليه هذه باش تمر وباش نتلو الصعوبات التقنيه اللي كتعترض بعض الاخوان في هذا المجال. ونتمنى التوفيق للجميع، ونعاود ناكد لك السي مراد جميع الاخوان عندهم الحظوظ الكافيه في هذه المباراه. كرهن عليه كترهن عليه الامه كامله، وهي قضيه وطنيه اولى بالنسبه لوزاره التربيه الوطنيه، فهي متواجده في جميع البيوت. يعني الا ما كانش تلميذ كتلقاه استاذ، كتلقاه يعني هذا هو علاش يتم التركيز على هذا القطاع بواحد الشكل كبير. بالنسبه للعمليه ديال الانتقاء، فهي يعني هاد الشروط او مجموعه من شروط اخرى ربما اكثر يعني صرامه في مجموعه ديال القطاعات. بالنسبه لقطاع التربيه الوطنيه، كيف قلنا هو كيتواجد في جميع البيوت المغربيه، اذا علاش كيكون هو محط حديث يعني لجميع الفعاليات اللي كاينه في المجتمع. احنا بغينا تلميذ متميز. بالنسبه للمؤسسه التعليميه ديالنا، بغينا طبيب متميز، بغينا مهندس متميز، ولكن باش نوصلوا لهذه المرحله كيخص يكون عندنا استاذ متميز. اذا حامل الرساله، ليست مشكل ان التعليم كيشوفوا فيه انها مهنه فقط، ليست مهنه فقط، هي رساله، هي رساله الى عدناها يعني الى خدمناها مزيان كتولي عندنا مجتمع او كتولي عندنا اجيال متميزه ايضا. اذا هذه كانت مجموعه ديال التوصيات، الان بدا التنفيذ ديالها. التعليم كذلك كان كيخضع واحد العمليه الانتقاء اللي كانت يعني فيها واحد دقه كبيره، وما يتعلق بالمواد كذلك، ما يتعلق بالنقط اللي كانت في مواد معينه، لانه في واحد الوقت كان انتقاء للاستاذ لماده معينه، كانوا كيشوفوا حتى يعني النقط اللي جاب في ديك الماده، يعني بغض النظر على الميزه اللي كانت عامه، كان يعني كيتراقب حتى ديك الماده شحال كان جايب فيها.